حققت الجائزة طوال 16 عاماً أثراً عميقاً في تنمية وتطوير القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاهتمام الذي توليه بالتنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة بالقطاع الخاص. 16 عاماً في دعم موكب التطور لقطاع الأعمال، رصد خلالها البرنامج نتائج مبهرة عكست تطور قدرات الشركات والمؤسسات في تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية